فضيلة الشيخ، صاحب سيارة مغلق الشارع باء ألف سين كامري 601، يقول فضيلة الشيخ: هذا حذرناكم منه كم مرة، إن لا تضيقون على الناس، تقفون بأبوابهم ولا تقفون بطرقاتهم، إذا ما حصلت موقف عند المسجد وقف سيارك بعيد المكان المناسب، وأنت نشيط والحمد لله تمشي، والمشي أحسن لك من السيارة، بعد تروح لبيتك تمشي كان أحسن لك من السيارة. نعم.